ما بعرف شو صار بترعى. ابن عمتي زيدون زعبي حاول يدخل ترعى هو بالشام. طلقوا رصاص على سيارتي. طيب ليش؟ صرنا احنا مجرمين؟ شو سوينا؟ بس لانه قلنا الحقيقة شو عملنا؟ استفردتوا فينا؟ ما حدا عم يساعدنا. يا ويلكم من الله، يا ويلكم من الله. شو بتقولي لبشار؟ بشار الاسد عبارة عن لعبة، لعبة بيد اخوه ماهر الاسد. يا عيب الشوم عليكم، ما بتخافوا الله انتم؟ انتم بتفكروا حالكم مسلمين؟ والله الاسرائيليين كانوا اكثر منكم. الله الاسرائيل ما سووا اللي سويتوا. يا عيب عليكم، متفي عليكم. الله لا يوفقكم، الله يموتكم، الله يساوي فيكم اكثر ما سويتوا فينا. يا رب امين. شو بتوجهي لكل من الجامعة العربية، للدول الإسلامية، للدول العربية؟ الدول العربية عم تتفرج علينا، احنا عم مثل ما عم يتفرجوا سنين سنين على فلسطين، عم يموتوا الفلسطينيين. شو سوينا؟ صارت تصعق